كام ديفيد فشلت لأنه براك ما كانش مستعد حقيقة للدخول في أي من القضايا المركزية اللي أجلت إلى الحل النهائي. يعني هذا كان مفروض ناقش فيها موضوع اللاجئين، بدوش. كان مفروض ناقش فيها موضوع القدس، ما بدوش. كيف كان يرفض؟ تسويف ولا رفض؟ أولاً واضح لم يلتقي بأبو عمار ولا مرة. المرة الوحيدة اللي تصوروا فيها وهم داخلين على المؤتمر الافتتاحي، هذا عم بشد هذا وهذا عم يدفع هذا الأمام. المرة الثانية كانت على غدا، على عشاء، كان كلينتون هون وعلى يمينه باراك وعلى شماله أبو عمار. باراك على يمينه كانت تشيلسي، طول الوقت يحكي مع تشيلسي ما تطلع على شماله ولا مرة، وبالتالي لم يتبادل مع أبو عمار أي حديث. وكان نظريته أنه أنا ما بقدر أبدو أمام شعبي أنه عمالي أتفاوض على القدس، ما بقدر أمام شعبي أنه أنا عم بتفاوض على اللاجئين. هذا كان عسوسهم نتفاوض، وبالتالي كان يحكي هو مع كلينتون، كلينتون يصيغ الأفكار ويقدمها لأبو عمار، وأبو عمار يقول له لا، هذا مخالف الاتفاق أصله أصلا نفسه. وبالتالي باراك ما كان في عنده أي قدر من الجدية أنه يوصل إلى اتفاق. يعني حضرتك تعتبر أنه لم يكن بالإمكان أبدا قبول كام ديفيد كما طرحت كنتائج؟ مش ممكن أبدا. وأبو عمار قال كلمته المشهورة لكلينتون، قال له إذا أنت بدك أن أمضي على هذا الاتفاق أنا بدعوك إلى جنازتي. كذبين الأمريكان والإسرائيليين لما بيقولوا إنه كان في فرصة وأنتم اللي ضيعتوها، وأنتم متعودين إنكم ما تضيعوا فرصة لتضيع فرصة. كلام مش صحيح، مش صحيح إطلاقا. أنا حاضر كام ديفيد من أولها لآخرها.